كده احنا النهارده عاوزين نتكلم عن المنجزات بشكل اكتر استفاضه ونظره العالم للمنجزات دي، وكمان في ملف الصحه اللي احنا قلنا عليه، وبشكل متوازي كمان فتحنا ملف العشوائيات وشفنا المشروعات القوميه. كل الملفات دي ما ينفعش ان احنا نمر عليها مرور الكرام كده، كان لازم يكون لينا لقاء مع حد مذاكر كويس قوي الملفات دي، الكاتب الصحفي الاستاذ وليد عبد السلام. استاذ وليد، ازاي الصحه؟ صحة بخير الحمد لله. طمنا عليه. مصر بخير والصحة بخير، والحقيقة أنا هنطلق في كلامي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين النهاردة من اسم البرنامج الحقيقة. الحقيقة احنا ناقصنا كتير جدا في المعرفة عن قطاع الصحة والإنجازات الكبيرة اللي بتتم في هذا القطاع منذ تولي القيادة السياسية المسؤولية السياسية في البلاد. الحقيقة كان في نظرة وتحول كبير جدا على كل الأصعدة في الملف. لو هنستعرض النهاردة مع حضراتكم سلسلة الملفات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت، هنلاقي حجم الإنجازات كبير جدا، لعائد ذو بعد استراتيجي وقومي جدا على المستوى القومي في أنه يوصل للمريض في كل مكان، وكمان يطلع داتا مهمة نقدر نستفيد منها خلال السنوات المقبلة القادمة. الحقيقة احنا كان في تصور مهم جدا. التصور الاول ده مبني على ركيزتين مهمتين. الركيزة الاولى ان احنا لازم بسرعة نوفر خدمات للمواطنين بشكل جيد، والركيزة الثانية ان احنا نبدأ في مشروع هو حلم المصريين كلهم، هي التغطية التأمينية الشاملة والمستدامة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل. طيب لو احنا بنتكلم على فكرة ان احنا شفنا يمكن منظومة الصحة في مصر اتحسنت بشكل كبير، وفي نفس الوقت كان في اشادات عالمية على ملف الصحة، سواء كان من منظمة الصحة العالمية او من بعض المؤسسات الاخرى، محتاجة استفيد من معلوماتك والسادة المشاهدين من القصة دي. طبعا مصر بتخطو خطوات ثابته وخطوات مهمه جدا نحو الاصلاح الصحي زي ما قلت لحضرتك في البدايه، واهم ركيزتين مهمتين في القطاع الصحي كانت عندنا حمله 100 مليون صحه في الاول، ثم بعد ذلك مشروع قانون التامين الصحي الشامل، وده الحاجتين المهمتين الكبار جدا اللي حصلت بهم اشادات على المستوى الدولي، وجاءت هذه الاشادات من منظمات كبيره زي منظمه الصحه العالمية، واللي عملت زيارة أو سلسلة من الزيارات لمشروع قانون التأمين الصحي اللي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد، وأشادت بشكل التجهيزات والبنية التحتية للمستشفيات، وكذلك مسألة البنية المعلوماتية والاستفادة من فكرة التحول الرقمي في توجيهه لخدمة القطاع الصحي. النقطة الثانية والمهمة عشان مشروع قانون التأمين الصحي الشامل اللي هنرجع له وهنتكلم عنه بالتفاصيل، لأنه في محتواه سلسلة من الأفكار ومن الخدمات المهمة جدا اللي المصريين هيحصلوا عليها واللي بدأوا يجنوا ثمارها أهالي بورسعيد دلوقتي، كانت الإشادة المهمة والكبيرة جدا في مسألة مبادرة سيادة الرئيس 100 مليون صحة، ودي مبادرة عظيمة جدا وكبيرة جدا ومهمة، شملت مجموعة من الأمراض الكبيرة زي فيروس سي وزي السكر والضغط، مش بس كده، وتوفير العلاج مدى الحياة لكل مصري بيتم علاجه، خاصة في ملف الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والسمنة والسمنة المفرطة. مش بس كده، كمان بتوفر توعية كاملة لكل المصريين علشان يتبعوا نظام صحي وغذائي لا، وكمان سليم. يعني أفراد الأسرة سواء كانت الست المصرية يعني سند مصر، أو كان الطفل المصري، أو كذلك طبعا يعني بشكل عام الحملة يعني سارية لكل فئات المجتمع. هي الحملة حصل لها مجموعة من الحملات اللي استتبعت الحملة الرئيسية، لأن احنا زي ما حضرتك عارفة بدأنا ب 100 مليون صحة اللي هي فيروس سي والأمراض غير المعدية اللي هي السكر والضغط والسمنة والسمنة المفرطة، لكن استتبعت الحملة حملة 100 مليون صحة سلسلة من الحملات كانت فيها حملات شاملة للتوعية بأسلوب الحياة الصحي السليم، وده بيحمينا من أمراض كتيرة جدا، وكانت الحملات اللي بعد كده زي حملة صحة المرأة اللي أطلقها سيادة الرئيس من حوالي شهرين أو أكتر، وشملت برضو 28 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، ولا زالت تستكمل أعمالها في 19 محافظة، وعندنا في خلال شهر تقريبا هتستكمل في حوالي 8 محافظات أو 9 محافظات جديدة
وهتصبح شاملة للجمهورية. الجميل في هذه المبادرة كمان إن هي مش بس اشتغلت على التنفيذ المرحلي، لكن كانت لها بعد آخر إن هي توفر الخدمة للناس. فإحنا عندنا دلوقتي مرحلتين شغالين، هم المفترض كانت المرحلة الأولى تنتهي في 11 محافظة، لكن التوجيهات القيادة السياسية كانت مباشرة وواضحة إن إحنا لازم نعمل استدامة كبيرة جدا لتوفير الخدمة للست المصرية زي ما سيادتك ذكرت. طيب يعني أستاذ وليد، أنت حضرتك كاتب صحفي في اليوم السابع ومسؤول عن ملف الصحة، سؤالي ليك بقى بشكل شخصي، أنت حضرتك ماسك الملف ده من إمتى؟ انا بقالي يعني 15 سنه بشتغل في هذا. حلو قوي، ده تمام جدا. ايه الفرق يعني حضرتك ليك باع طويل جدا في ملف الصحه، تمام، 15 سنه، ايه اللي فرق دلوقتي عن السنين اللي فاتت؟ هو خلينا نتكلم ببساطه كده، احنا لو بنبص على قطاع الصحه في السنوات الماضيه او من حوالي 10 سنين هنلاقي ان هو قطاع ماشيه كل حاجه، لو صح التعبير وسمحتوا لنا نستخدم هذا الوصف، يعني ان هي ماشيه بالبركه. بينما النهارده هلهلي زي ما بنقول، تحس ان هي مساله ما فيهاش تنظيم، ما فيش خدمه فيها استدامه. واستدامه الخدمه لازم نوضح للساده المشاهدين ان انا لازم اوفر كوادر كويسه، لازم اوفر كل المستلزمات، لازم اوفر بروتوكولات علاجيه تتماشى مع الوضع العالمي، لان مساله الطب والساده الاطباء يعلمون جيدا انه في تحول مستمر، كل يوم بيكتشف جديد، ولا بد انك تواكب هذا التطور في الداخل. اعاده تاهيل دايما بالظبط وتجديد ففكره الاستدامه دي لازم نبقى فاهمينها. ما كانش في استدامه، كانت كل حاجه ماشيه بشكل مش منظم، عشوائي وعشوائي. وما فيش في مصر عندنا ازمه في توفير البيانات. انا النهارده لو بتكلم على انا عندي كم مريض ضغط وسكر، هقدر اطلع بيان او هاخد قراءه الاحصائيات نفسها. بالظبط يا فندم، قراءه ولو قراءه حتى او مؤشرات، اصبح عندي مؤشرات واصبح عندي قراءات كامله لكل الامراض وحجم الامراض اللي اختارها او اللي اختارتها المبادره او كان البعد السياسي او الاستراتيجي مرتكز عليها وبيبص لها بشكل مهم جدا، هي السكر والضغط والسمنه والسمنه المفرطه وامراض الجهاز التنفسي والكلام ده، بتسبب وفيات والاورام تمام. كل هذه الامراض بتتسبب في حوالي 80% من وفيات المصريين سنويا. فلما تم الاختيار هذه الامراض اختاروها على هذا البعد، ان هي تنقي المصريين من مخاطر الوفيات الكتيره بسبب الامراض، واللي بيستتبعه واللي بيستلزمه ان الدوله تنفق مبالغ طائله وكبيره جدا على القطاع الصحي عشان تقدر توفر الخدمات الصحيه والادويه للناس المصابه بالامراض والمشاكل الصحيه. طيب احنا بنتكلم دايما ان مش كل ملف هو مستقل بالاخر، يعني في مصر دايما الملفات بتبقى مرتبطه ببعضها وفي تشبيك كده، تمام، ويمكن ده اتجاه في الدوله بشكل كبير ان كله بينسق مع كله في حتته اللي هو متخصص فيه. احنا كنا بنتكلم على فكره العشوائيات، بنتكلم على المناطق الغير امنه، وبنتكلم على القرى الاكثر احتياجا، ولما بنتكلم على اهالينا دول اللي في المناطق دي يبقى دايما في معاناه صحيه في القطاع الصحي الخاص بيهم. مظبوط. قوائم الانتظار مثلا على سبيل المثال، كان اخبارها ايه بالنسبه لاهالينا دول؟ الحقيقه انا يعني في شقين مهمين. لما سيادتك سالت السؤال بتاع حضرتك استدعى في ذاكرتي مجموعه من الاشياء المهمه. يعني النهارده لو انا بتكلم بسرعه كده هروح لملف التامين الصحي وارجع تاني اللي سيادتك ذكرتيه. النهارده في بنيه تحتيه جديده يتم توفيرها في كل المحافظات على مستوى الجمهوريه استعدادا لتطبيق التامين الصحي. وانا بتكلم ليه في المنطقه دي؟ لان اهالينا اللي حضرتك بتتكلمي عليهم كان عندهم وحده صحيه خرابه، كان عندهم وحده صحيه ما فيهاش مستلزمات متهالكه الا ده اذا كانت موجوده، يعني اذا كانت موجوده. النهارده اللي بيستكمل، خلينا بنروح بنرجع لورا وبنطلع لقدام. النهارده لازم يكون في كل تجمع سكني مركز طبي او وحده صحيه على احدث صيحه وعلى احدث طراز، بتقدم الخدمات الطبيه بشكل كويس جدا لكل الناس اللي موجوده،
ومنهم الناس البسطاء اللي حضرتك بتتكلمي عنهم، سواء كان في المناطق العشوائيه او في المناطق النائيه او المناطق البعيده او النائيه او الحدوديه او ايا كانت. في الدوله دلوقتي اصبحت بتنظر لما هو في العمق وخارج دائرة العمق، بمعنى يعني مش بس الخدمات متوفرة في القاهرة وفي اسكندرية وفي عواصم المحافظات، العواصم الكبرى يعني لا. النهاردة مشروع قانون التأمين الصحي رايح للناس في الصحراء، أهالينا في الصحراء وإخواننا اللي عايشين في الصحاري، بيعمل لهم توعية وبيوعيهم بالمشروع سواء الشرقية أو الغربية، وبيقرب يا فندم منهم الوحدات والمراكز الطبية، وبيوفر قوافل طبية متنقلة هتوفر لي الخدمة على مستوى، وهتسجل الناس في المنظومة الطبية على مستوى. الصحراء دي مقصود بيها اصل احنا عندنا يعني مساحة صحراء شاسعة. احنا هناخد مثال عشان نفهم السادة المشاهدين والسادة المتابعين. النهارده لو احنا بنتكلم على محافظة زي جنوب سيناء، هنلاقي محافظة زي جنوب سيناء هي محافظة صحراوية فيها نسبة صحاري كبيرة، مش بس المناطق العامرة فيها، لا، في اهالينا عايشين في البدو، عايشين في كل حته في الصحراء، في المناطق كمان المتطرفه يعني. بالظبط، مناطق بعيده عن العمار. احنا بنقرب لهم الخدمه، قربنا لهم الخدمه بمستويين، وفرنا لهم قوافل طبيه تروح عندهم، ووفرنا لهم قوافل طبيه تسجلهم، وقوافل طبيه تقدم الخدمه اللي هو المسح الشامل اللي بتعمله منظومه التامين الصحي، الاثنين مع بعض. هرجع بقى لسيادتك وارجع اتكلم على فكره قوائم الانتظار. ربطا بهذه المساله، ان قوائم الانتظار تقريبا كل اهالينا اللي موجودين في المستشفيات والمرضى هم من البسطاء. قوائم الانتظار يا اما شامله تقريبا كل حالات العلاج عن نفقه الدوله، وبالتالي في عندنا حجم كبير جدا، لان الناس بتلجا اللي ملوش تغطيه تامينيه بيلجا الى ملف العلاج عن نفقه الدوله. فطبعا المستشفيات كتيره جدا، قرارات العلاج بتشتغل، الناس بتطلب خدمات، حجم الأمراض منتشر في المجتمع، مفيش توعية، مفيش خدمة في السابق. النهاردة في تحول، بقت الناس بتكتشف الأمراض، الأمراض دي لازم لها علاج. طب العلاج هيتم فين؟ بيتم في المستشفيات. ازاي استفادوا اهالينا بقى من الكلام ده؟ الناس كانت بتروح تتركن في المستشفى بالشهر وبالاثنين وبالثلاثة، ده ان عمل العملية. لكن النهاردة قوائم الانتظار، مشروع سيادة الرئيس، كانت ثورة تصحيحية للبسطاء فيما يتم او يتخذ معهم من اجراءات متعلقه باجراء العمليات الجراحيه الحرجه والعاجله، اللي هي ما ينفعش حضرتك تنتظري وقت طويل. بالظبط. هي ليه حرجه وعاجله؟ لان انا المفترض ان انا النهارده كشفت اكتشفوا عندي ورم معين، فلازم اشيل الورم ده. اكتشفوا ان انا لازم ازرع، ولان كل يوم انت بتاخر يعني عن اختزال مثلا او استئصال الورم ده لا قدر الله، خلاص بتتعاظم وتتفاقم المشكله الصحيه بشكل اكبر. سيادة الرئيس كان سباق، ادى توجيهاته للأجهزة المعنية، الناس لازم نحل مشاكل الانتظار. النهاردة بفضل الله بعد مرور أكتر من سنة أو سنة وشوية، خلينا نقول، تم إجراء ما يقرب من حوالي 300 ألف عملية جراحية. الناس استفادت بشكل مختلف جدا. طبعا الرقم ده ما كانش موجود قبل كده. لا يا فندم ما كانش موجود. طب الاسعار اخبارها ايه؟ يعني الأسعار زي ما انت قلت اهالينا من البسطاء. احنا طبعا عندنا في مصر نوعين من التغطيه التامينيه، تغطيه تامينيه متعلقه بالتامين الصحي لكل الناس العاملين في القطاع العام والقطاع الحكومي. وعندنا الشق الثاني في التغطيه التامينيه التغطيه الصحيه المتعلقه بملف العلاج عن نفقه الدوله. حضرتك انت بتاخد ميعادك وبتكلم الكول سنتر وبيحدد لك ميعاد وبتكشف وبتروح المستشفى وبتاخد المواعيد بتاعتك وتمام. حصل ايه بقى؟ ايه الفايده برضو؟ ايه الفايده؟ الفايده ان هو تم اعاده توزيع المرضى على المستشفيات. لو انا باخد مثال النهارده مع حضرتك بسيط جدا، وبتكلم على معهد ناصر. معهد ناصر من المعاهد الكبيرة جدا اللي بتتلقى حجم كبير جدا من المرضى على مدار 24 ساعة. لكن أنت تتصوري طوارئ معهد ناصر حاجة يعني عليها ثورة من الإقبال من المرضى. بينما في مستشفى مثلا، هنختار مستشفى ونقول مثال زي مستشفى دار السلام اللي موجودة على الكورنيش وكل الناس عارفين حجم الإقبال على المستشفى، أو الريت بتاع المستشفى، معدل الشغل فيها مش زي معهد ناصر. وكانت الثورة التصحيحية المتعلقة بمسألة التحول الرقمي، ان احنا لازم نعمل قاعدة بيانات ونربط كل المستشفيات اللي عندي اللي هي بتؤدي خدمات قائم الانتظار عشان نقدر نشوف بعض.
مين عنده عدد مرضى أكبر، طب نوزع مين، طب نودي مين فين، وبالتالي اتحلت المشكلة من خلال إعادة توزيع المرضى ونوفر التخصصات الطبية بشكل كبير جدا. وبالتالي بقينا لو أنا عندي 20 عملية النهاردة في معهد ناصر محتاجين يتعملوا مثلا وليكن زايدة، وليكن أيا كان العملية اللي موجودة اللي هتتعمل، أصبحنا بنوزع 10 مرضى مثلا في دار السلام، نبعت 5 في إكس، نبعت 5 في زد، وبالتالي يحصل التكامل والناس كلها تاخد الخدمة بشكل سريع. قلت المسألة بشكل كبير جدا. الدولة هنا بتتدخل على مستويين، إنها توفر لك الخدمة بشكل كويس جدا وتتحمل التكلفة. كل التكاليف الناتجة عن عمليات قوائم الانتظار، الحرجة والعجلة، تتحملها الدولة. المريض لا يتحمل أي شيء، زيرو كوست، مجانا، مفيش أي تحمل لأي مريض على الإطلاق. أنت بتخش بتاخد الخدمة بأعلى مقاييس جودة، وخلي حد يكلمني في هذا المسألة، وما بتدفعش أي حاجة. الدولة بتتحمل جزء كبير، منظمات المجتمع المدني مشاركة، ولابد أن تدعم الدولة والتحرك الوطني نحو خدمة الناس، وده دورها. كاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام، المسؤول عن الملف الصحي بجريدة اليوم السابع، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ وليد على كل التفاصيل المهمة دي في ملف الصحة في مصر. طيب مشاهدينا، احنا اتكلمنا كتير بقى عن الصحة والعشوائيات والمناطق الغير الآمنة وكمان المشروعات القومية وعن تفاصيل كويسة ومعلومات كتير، بس احنا بقى عاوزين يعني نقفل الحلقة مع حضراتكم بحاجة كده تحسن المود، تظبط المزاج زي ما بيقولوا يعني. وأعتقد مفيش حاجة ممكن تعمل كده أكتر من صوت الست، كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، اللي إن شاء الله بكرة هيوافق ذكرى مولدها. هسيبكم مع تقرير عن إحدى علامات الغناء في العالم كله، العالم كله، واللي مهما طال الزمن بتفضل مشرفانة بتاريخها قصاد عيون العالم. أشوفكم على خير. رغم الغياب تطل علينا من شرفة الماضي البعيد كي نستعيد الذكريات، لنشدو وإياها بأحلى الأغنيات. إنها هرم مصر الرابع، كوكب الشرق، أم كلثوم، الباقية عبر الزمن كأنها وطن. الزمان 31 من ديسمبر عام 1898. المكان قرية طماي الزهيرة. الحدث ميلاد كوكب قدر لشهرته أن تحلق في آفاق الطرب. في عام 1921 استقرت أم كلثوم في القاهرة بعد أن أقنع الشيخان زكريا أحمد وأبو العلا محمد والدها ليلمع اسمها بين الكبار، بادئة بالإنشاد الديني. في عام 1924 التقت بالشاعر أحمد رامي والملحن محمد الأصبجي ليكونا ثنائيا أعدها فنيا. إن كنت سامح وانسى الأسية كانت محطة فارقة في تاريخها الفني، حيث حققت أعلى المبيعات في سوق الاسطوانات. لمع نجم كوكب الشرق حتى أصبحت بدايات الشهور لا تكتمل إلا بسماعها. انت عمري لسه فاكر الحب كله، سرت الحب يا مسهرني، فكروني الاطلال اغدا القاك. هذه الدنيا كتاب انت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال انت فيها. اعتلاء ام كلثوم القمه لم يكن غنائيا فقط، فنقابة الموسيقيين ظلت برئاستها منذ إنشائها عام 43 وعلى مدار 10 سنوات، كما انتخبت عام 53 عضواً شرفياً بجمعية مارك توين العالمية،
التي ضمت في عضويتها كبار مشاهير العالم، وكان من بينهم آيزنهاور وتشرشل وروزفلت. مشكلات كوكب الشرق الصحية تزايدت منذ عام 54، فارتدت النظارة السوداء بسبب مرض بالغدة الدرقية، وتوقف نشاطها التمثيلي، وهو ما كان سبباً في اقتصار أفلامها على 6 فقط. قدمت سيدة الغناء العربي مثالاً في الدور الوطني للفنان حين بادرت بإقامة حفلات خصص عائدها بالكامل للمجهود الحربي. تدريجياً نال التهاب الكلى من كوكب الشرق لتحل كلمة نهاية في 3 فبراير عام 75، ليرحل الجسد وتبقى الروح هائمة في سماوات الطرب.